تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الثالث من انطلاق الحوار الوطني، هذا المحور المجتمعي الذي يخص الأسرة المصرية ويمسها بشكل مباشر. تحدث بالطبع اليوم المقررين في اللجان وبشكل عام المشاركين في اللجان عن أهمية الوصاية وإلى أين، إلى من تؤول وكيف تؤول وآليات التعامل مع وصاية المال بشكل عام للأطفال. كانت هذه من أبرز النقاط التي تم مناقشتها اليوم، ولكن نتحدث أكثر حول هذا المحور بشكل عام وإلى أين يمكن أن نخرج به في هذا الحوار الوطني. مع الآن على الهواء المستشار محمود فوزي ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا اليوم. برحب بحضرتك يا فندم على القناة الأولى. تكلم يا فندم عن هذا المحور الذي يمس الأسرة بشكل مباشر، كيف ترى النقاش هذا اليوم وإلى أين من الممكن أن نخرج به ونصل به لحلول من الممكن أن نطبق على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. المحور المجتمعي يعني محور شعبي بامتياز، زي ما كان عندنا جزء من الحوار في جلسات السبت والحد والثلاث نخبوي شوية محتاج خبرة شوية، النهاردة كان في بقى الحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية اللي ممكن تصور. الحقيقة أن قانون الولاية على المال وتنظيم الوصاية على المال من القوانين اللي بتطبق كل يوم واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا، ما بيحسش بهذا التطبيق الا الشخص اللي بيتعرض لهذه المساله. اللي بيحكم الولايه على المال قانون 119 لسنه 52. القانون بقاله فتره طويله مطبق، محتاج مراجعه من حيث القيم الماليه ومن حيث الاجراءات الاداريه. طبعا القانون في الاول وفي الاخر غرضه حفظ مال اليتيم، ودي يعني غاية نبيلة جدا يتعين يعني الإبقاء عليها ومحافظتها تماما يعني. لكن الحقيقة كثير من التغيرات المجتمعية حصلت في هذه في السبعين سنة اللي فاتوا توجب ان احنا نعيد النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية اللي موجودة في القانون. كمان التطور المجتمعي اللي حصل والثقافي اللي حصل على المجتمع المصري ان هو بيخلي الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد، وأيهم أولى، الجد أو الأم، باعتبار أن الأم هي الطرف المعايش للطفل مرة يعني بشكل مباشر وبشكل مستمر، كانت محل نقاش النهاردة. حقيقة كل الآراء النهاردة اتقالت، الرأي المؤيد والرأي المتحفظ والرأي المعارض. الحقيقة تميزت النقاشات بحاجتين، رقم واحد احترام الوقت واحترام آداب الحوار والحديث، فلم يقاطع أحد، لم تستخدم لغة غير لائقة، إنما كان التعبير عن الأفكار والاختلاف مع الأفكار مش مع الأشخاص. ده رقم واحد، كان يعني الحوار كان راقي. حاجة تانية أن تميز الحوار بأن هو بدأنا نسمع حاجات عملية. النهاردة كنا بنتكلم عن أبليكيشنز لتقديم طلبات، بنتكلم على هل هو إذن ولا اختار في حدود نصاب مالي معين، هل ممكن ان احنا نوسع قيد يعني دائرة الفحص شوية بالنسبة لكشوف الحسابات لما النيابة العامة بتفحص كشوفات الحسابات دي، ممكن نوسع القاعدة دي شوية، والنيابة العامة ممكن تستعين بجهات اخرى برضو تحت اشراف وولاية النيابة العامة. الحقيقة كثير من الافكار كانت افكار عملية. احنا طبعا في يعني في الجلسة الاولى عندنا في بداية جلسة تانية في خلال يعني وقت بسيط يعني، وادينا بس الحقيقة يعني الحوار كان كويس. معالي المستشار، يعني واضح انه هي في حلول ابتدت يعني تطابق زي ما نقول كده ارض الواقع وممكن ان يتم تنفيذها على ارض الواقع، هل ممكن يكون في مؤشرات لتوافق مبدئي ولا ممكن نقول ان احنا لسه في البدايات ولسه محتاجين وقت اكثر؟ الحقيقة اللي انا شفته من ردود الافعال بتاعة الحاضرين النهاردة في قضية الوصاية على المال يمكن بسهولة شديدة بناء توافق، لأن المشكلة كثير من الأسر بتلمسها. الحلول المقترحة حلول عملية لا تكلف كثيرا، إنما هي بس كانت محتاجة تسليط الضوء والدراسة والمناقشة. أنا متوقع أن يبقى في توافقات على كثير من البنود النهاردة. شكرا
شكرا جزيلا سيادة المستشار على هذه المعلومات الوافية. وكما رأينا هي دائما الهدف من طرح الأفكار والمناقشات المختلفة هي الوصول لحلول واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولكن الأهم أيضا هي فكرة المشاركة المجتمعية المختلفة، وأيضا مشاركة الأحزاب ومشاركة الآراء، وحتى مشاركة من هم تأثروا بشكل مباشر، حتى الجمعيات التي تعاملت مع المواطنين بشكل مباشر وتعاملوا مع هذه القضايا الخاصة بالوصاية على الأموال، وإلى من تقول الوصاية بعد وفاة الأب، هل تقول كالقانون إلى الجد ثم العم أو العمة، ولكن هناك محاولات لأنها تقول للأم حتى لو كانت بقيود. هذا ما يعني يمس الشارع المصري بشكل مباشر على أمل الوصول لتوافق للخروج أيضا ب يعني قوانين تشريعية مختلفة تخدم المواطن المصري.